قالت لهم هذا الحديث. قال لا عمر شكرا لك لوضع هذا الحديث حتى يعرفني الناس بأنني كلما سلكت في الجن سلك الشيطان وغيره كما في أحاديث أخرى، ولكن رسول الله قد يسلك الفج وتسلك معه شياطين الإنس والجن ذلك الفج لا يهتمون له. هل هذا مقبول عندكم يا أهل الخلاف؟ أتمنى يتصل أحد ويريني وجه الحق في هذا الأمر غير الذي أقول. من معنا في الاتصال؟ المامون من فاس، تفضل أخي. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي هشام نعطيك غادي نعطيك خمسة ديال الأدلة، خمسة ديال الأدلة أنك تتكذب. تفضل. لا يجب عليك أن تحتج بكتاب ياسر الحديث لأنه يا أخي هل أحتج لك بصحيح مسلم أو البخاري وحديثك وبالقرآن أو لا؟ أجبني. أجبني اليوم عما طرحت اليوم وقبل اليوم. شوف هشام، شوف هشام يا أخويا المامون، سمعتيني شنو نقول ولا لا؟ كما يفعلون العلماء كيبينوا الكتب، بيننا الكتب، بيننا الكتب. يا أخي هذه هل أنت مجنون أم ماذا؟ هل أصابك جن؟ لا يا أخي صحيح مسلم، أنت ترى كل الكل يرى الأحاديث، هل الآن أثبت كذباتي؟ هل هذه ما غير موجودة؟ قل لي غير موجودة، قل والله العلي العظيم غير موجودة هذه الأحاديث، يلا قلها يا أخي. قل أن قل 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 الآن، قل والله العلي العظيم هذه الأحاديث غير موجودة، قل الآن مامون أو لا داعي لمداخلتك، قل والله العلي العظيم هذه الأحاديث غير موجودة، يلا قل. لا تريد أن تجيب. السلام عليكم. هذا الأخ يريد أن يهرج ياسر. هل طرحت لكم الآن أقول قال ياسر الحبيب، قال الشيخ ياسر الحبيب، هل هذا الذي أقوله الآن؟ إذن هذا مهرج من المهرجين، جاء لكي يهرج ويرقص مثل الحبشية التي كانت ترقص أمام عائشة وتحبها عائشة، أتى أن يكمل الرقصة